أعزائي متابعي كرة قدم في كل مكان، أقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة توتنهام وهوتسبور وروما ببطولة الكأس الدولي للأبطال لكرة القدم هذا الموسم 2018. حستقبل المباراة اليوم الخميس 26 يوليو 2018. ونقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام مباراة توتنهام وهوتسبور وروما اليوم الخميس 26 يوليو 2018 في تمام الساعة 4 فجرا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثالثة فجرا بتوقيت تونس والجزائر، والسادسة صباحا بتوقيت الإمارات، والخامسة فجرا بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والثانية فجرا بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت HD1. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.